تستعد السلطات المصرية بكامل جهوزيتها لمزيد من التصعيد المتوقع جراء الأحداث التي أعقبت فض اعتصامي ميداني ربع العدوية والنهضة، والذي راح ضحيتهما 525 قتيلا حتى الآن من قوات الشرطة والمسلحين والمدنيين، إضافة إلى الأعمال التخريبية في مختلف محافظات مصر. تتواصل تداعيات فض اعتصام ميداني الرابعة العدوية والنهضة، وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة القتلى في أعمال العنف إلى 525 شخصا، منهم 202 بميدان الرابعة العدوية و78 بميدان النهضة، ومدنيون آخرون من مختلف المحافظات و43 من الشرطة، الذين تم تشييعهم في جنازة رسمية حضرها كبار قيادات الدولة. وميدانيا اقتحم مئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين مبنى محافظة الجيزة وأشعلوا فيه النيران، كما قام أنصار مرسي في المنيا بالاعتداء على أفراد الحراسة المكلفة بتأمين متحف ملوي، وقاموا بتخريبه وسرقة آثاره. وبدورها حذرت الحكومة المصرية من مخطط إجرامي يهدف إلى هدم أركان الدولة. كما أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها أصدرت أوامر لكل أفراد الشرطة باستخدام الذخيرة الحية في مواجهة أي اعتداء على المنشآت أو القوات. إلى ذلك قررت النيابة العامة تمديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 30 يوما ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتتني 15 يوما على ذمة التحقيقات في التهم الموجهة إليهما. كما تمت إحالة 84 شخصا في السويس، منهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، للنيابة العسكرية بتهم القتل والحرق. سياسيا، أعلن الرئيس المؤقت عدلي منصور قبوله استقالة محمد البردعي من منصب نائب الرئيس للعلاقات الخارجية. وفي تأكيد على فتح باب المصالحة، أكدت الحكومة المصرية أنها تسعى إلى عملية سياسية لا تقصي أحدا ومفتوحة لكل من لم يشارك في العنف. وفي اعتراف صريح منه بانهيار قدرة التنظيم الإخواني، أكد جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة وحلفائها تلقوا ضربة قوية من حملة أجهزة الأمن ضدهم، وإنهم فقدوا قدرتهم على التنسيق المركزي. وفي شمال سيناء استشهد 4 جنود مصريين على الأقل برصاص مسلحين، وقامت السلطات المصرية بإغلاق معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة لأجل غير مسمى.